et des résultats d'activité. Le natij البنك الصافي ديال التجاري وفا بنك في النصف الاول ديال السنه وصل 11.3 مليار درهم بتقدم بنسبه 7.5%، والربح الصافي وصل 2.8 مليار درهم بتقدم بنسبه 6.3%. إذن التوقعات ديالنا بالنسبه للمغرب هي انه القروض غادي يتم ارتفاعها بنسبه اعلى من ما كانت في النصف الاول، حيث هناك مجموعه من المشاريع خاصه في ومن طرف الزبناء الكبار الشركات الكبرى، وكذلك تحسن بالنسبه للمخاطر، فكنشوفوا تحسن تدريجي ولكن حقيقي بالنسبة للمخاطر في المغرب. ومن جهة أخرى عندنا توقعات كذلك متفائلة بالنسبة لمجموعة من الشركات التابعة لتجاري وفا بنك، خاصة تجاري وفا بنك إيجيبت في مصر، حيث في مصر تم تغيير الجهاز الإعلامي ديال الشركة اللي كان من قبل مسير من طرف باركليز، والآن إذا هو مسير من طرفنا، وكيمكننا الآن تطبيق الخطة الاستراتيجية اللي قمنا بإنجازها السنة الماضية. فعندنا طموحات كبيرة جدا في مصر اللي هي بنفسها سوق اولا ذو الربحيه العاليه المرتفعه، وكذلك سوق اللي عنده ارتفاع ولا كروسانس للنمو ديالو الطبيعي يفوق 20%، وكذلك الاسواق اللي عندنا فيها طموحات كبيره واللي احنا متفائلين لها وهي السنغال وكوت ديفوار.